خسارة كبيرة للتعاون، لأن المباراة في أرضه وكان يجب إنه ينتصر يكسب ال3 نقاط عشان تبعده. هي طبعا ما بتبعده كليا عن شبح الهبوط، لكن بتديه تساعده. تساعده كثير جدا في إنه يبتعد. لو نظرنا لرؤية الدوري أصلا بنلقى إنه يمكن في أكثر من 5 أو 6 فرق دي داخل الدائرة لسه ما طلعت، محتاجة أقل شيء لفوز وتعادل عشان تطلع. الفرق أصحابت ل 25 و26 و27 لغاية 28 نقطة. هي إذا نظرت للترتيب ممكن من المركز السابع، من المركز السابع ممكن هو حسابيا هو ما زال ما زال من ضمن في محطة منطقة الخطر. الخطر. نعم. لو جينا رجعنا للمباراة نفسها بنلقى إنه التعاون أثرت فيه 3 أشياء تأثير مباشر خلته يبقى النتيجة دي. أولا التمثيل ومن طبق على الفرق اللي مثلت من إرهاق. الشيء الثاني خط الدفاع الكارثي للتعاون، والخط ده من بداية الموسم وهو يعني خط كارثي تماما، زي ما ذكر زميلي محمد إدريس، في التنظيم في الأفراد في مشاكل كبيرة جدا على مستوى دفاع التعاون، كان يجب أن تحل وتجد لها الحلول قبل الوصول لهذه الخطوات في الدوري. الشيء الثالث التعاون من الفرق ما استفادت أو يعني كانت ضحية لتطور الدوري السعودي، لأنه تطور الدوري السعودي رفع مستوى كل الأندية في الدوري السعودي. فلما يكون عندك ثغرات كبيرة زي دي أنت حتكون ضحية للفرق دي، لأنه كل المستويات متطورة، أي ثغرة بتأثر فيك تأثير كبير بتستغلها الفرق الثانية استغلال مباشر، وده ما حصل للتعاون الآن. التعاون برغم أنه تمثيله الآسيوي لم يكن سيئا، لكن برضو المشكلة الكبيرة في خط الدفاع هي اللي أثرت على التعاون، ولو لم توجد الحلول لهذا الخط أعتقد أنه التعاون يعني مشكلة. هي هيكون مشكلة في كتنظيم مشاكل ولا كبيرة. مشكلة بتاعت أفراد؟ الاثنين هي مشكلة مزدوجة، مشكلة تنظيم دفاعي دفاعي للفريق ككل ككل ومشكلة أفراد عناصر. أنا بضيف عناصر بس نقطة أفراد.